عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى سيدنا أبو بكر. فالصحابة قالوا له يا أبا بكر إن النبي يقول إن عبدا، ما قالش عن نفسه، ولكن الصديق علم أن النبي يتحدث عن نفسه، وكانت خطبة الوداع وحجة الوداع وكانت كلها أشياء قبل الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله أن موعد وفاته قد اقترب. فسيدنا أبو بكر علم بهذا الأمر، فلما دخلت ستنا فاطمة الزهراء على سيدنا النبي وقالت وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. فلما مات سيدنا النبي تأكدت من وفاته، قالت يا أبتاه، شوف أجمل كلمات نعي بها أحد في تاريخ البشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة، كلمات دونها التاريخ للسيدة فاطمة الزهراء بحروف من نور. شوف بتقول إيه، يا أبتاه، قمة الرحمة والحنان وقمة الرأفة وقمة الحنو على أبيها، يا أبتاه أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه جنة الفردوس مأواه. شوف الكلمات، كلمات مباركة، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، لبى نداء الله، إلى جبريل ننعاه، مش هننعاه للناس ولا للبشر، إلى جبريل ننعاه، لأن الوحي هينقطع بوفاة النبي، جنة الفردوس مأواه، لأن سيدنا النبي قال إيه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة. وقال لنا إن الفردوس ده أعلى درجات الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وبعدين لما دفن سيدنا النبي وشافت بقى التراب على قبر رسول الله، بتكلم سيدنا أنس، يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يا أنس، طبعوا التراب على النبي يا أنس. فبكى سيدنا أنس وبكى الصحابة، ووفاة النبي دي كانت مصيبة كبيرة للصحابة، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن زيد قال اللهم أذهب بصري حتى لا أرى بعد رسول الله أحد، يدعي ربنا أن ربنا يذهب بصره، فأذهب الله بصره ولم يرى بعد النبي أحد. سيدنا عمر يمسك بسيفه ويقول من قال بأن محمدا مات ضربت عنقه بسيفي هذا، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. لازم واحد يفوق الصحابة. فقام سيدنا أبو بكر قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ففاق سيدنا عمر، فاق سيدنا عمر من كلمة سيدنا الصديق. وسيدنا أبو بكر كان لازم يقف هذا الموقف، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لا، سيدنا النبي انتقل إلى جوار ربه، لأن الله جل وعلا كتب عليه الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. يبقى القصة بين سيدنا النبي والسيدة فاطمة الزهراء، الموقف الأول قالت وكرب أبتاه، حزينة، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. الموقف الثاني لما قضيت روح النبي وخرجت روحه إلى بريها، قالت يا أبتاه، بتنعيه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه جنة الفردوس مأواه. الموقف الثالث تقول لسيدنا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. السيدة عائشة عايزة تعرف لماذا بكت السيدة فاطمة ثم ضحكت، لماذا؟ فسألت بعد وفاة النبي، فقالت لها السيدة فاطمة لما دخلت على أبي في المرة الأولى أسر إلي أنه سيلحق بالرفيق الأعلى فبكيت، وفي المرة الثانية أسر إلي أني أول أهل بيته لحاقا به فضحكت. كان عمرها كم سنة السيدة فاطمة؟ 28 سنة، وماتت بعد رسول الله بستة أشهر،
انت لما تشوف كده الاحزان في حياة النبي، ولد النبي ولم يرى والده، بعد 6 سنين ماتت امه، بعد 8 سنين مات جده، بعد شوية مات عمه، ماتت زوجته السيدة خديجة، مات ولده القاسم، ماتت زينب، ماتت رقية، ماتت أم كلثوم، مات إبراهيم ابن النبي، مات عبد الله قبل إبراهيم، مات عمه الحمزة. الأحزان بتتجدد في حياة النبي، وربنا يقول للنبي إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول له ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول له واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الموت